ما إن أعلنت النتائج النهائية للانتخابات النيابية والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي حول شفافيتها، الأمر الذي أدى إلى خروج المواطنين بتظاهرة سلمية أمام مبنى المفوضية المستقلة للانتخابات في بابل للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي. طالب المفوضية المستقلة للانتخابات بالعد اليدوي. احنا انصار المرشح اصواته اكثر من 9000 صوت. وجد صناديق الاقتراع سدت بعد اكثر من 4 ساعات. نطالب المفوضيه العليا بالعد اليدوي. ان التظاهرات والاحتجاجات الرافضه للانتخابات بدات تنتشر في كل محافظات العراق واليوم في بابل ايضا، فبالتالي على المفوضيه ان تاخذ بنظر الاعتبار كل هذه الاحتجاجات، ألا تمرر نتائج الانتخابات وتصر على تمريرها، فبالتالي سيذهب الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. فعلى المفوضية أن تأخذ بنظر الاعتبار مطالب المتظاهرين وأن تبدأ بإعادة العد والفرز اليدوي لبيان حقيقة الانتخابات وحتى يأخذ كل ذي حق حقه. المفوضية من جانبها أكدت إنها مستعدة لنقل مطالب جماهير بابل إلى الجهات المعنية لبدء العمل بالعد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج البيومترية. اليوم كانت وقفة احتجاجية من قبل المتظاهرين، وقفوا بكل أدب وبكل احترام وطلبوا من عندنا بإعادة الفرز والعد اليدوي. وإحنا حقيقة المكتب انتخابات بابل جهة تنفيذية مرتبطة بمجلس مفوضين موقر، ننقل طلباتهم لبغداد وللبت بها، وإحنا حاضرين لأي عملية. ويذكر أن أكثر من 80 مرشحا في بابل قد قدموا طعونا على نتائج الانتخابات بهدف الحصول على أصواتهم الحقيقية. بات العد والفرز اليدوي مطلب جماهيري لحسم الجدل الدائر في الشارع العراقي بعد إعلان نتائج الانتخابات. من محافظة بابل، واثق محي الدين، الفرات.